السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم شهيوات كنزة أوتا. الوصفة ديال اليوم مملحات على شكل كعب غزال. بالنسبة للمقادير غنعطيكم المقادير مع الطريقة في نفس الوقت. غنبداو إن شاء الله مع الحشو هو الأول. عندي هنا واحد ديرها على نار، غندير فيها شوية ديال الزيت قليل، غنضيف عليها واحد شويه ديال الزبده، عندي هنا ربعه ديال الكفته ديال الدجاج، ممكن ديروا تا ديال لدند، وعندي هنا شويه ديال الهريسه، شويه ديال الملحه حسب الذوق، وهنا معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. ديرهم على نار، نزيدو ليها واحد معلقة ديال الزيتون، طحنتو على هاد الشكل، عندي هنا ربعة ديال فرماج المربع، ممكن ديرو المثلث وممكن تعوضو بفرماج اخر حسب الطلب. نصب حتى هو باش ينسجم مع الخليط، نخليو على النار حتى ينشف، ما يبقاش فيه السائل باش ما يقطعش لينا العجينه. نضيف ليه واحد البطاطا مسلوقه، وفي الاخير غادي نزيدو 30 غرام ديال الفرماج الاحمر. صافي، غادي نخلط الخليط ونخليه على جنب حتى يبرد. ندوزو دابا للطريقه ديال العجين والمقادير. عندي هنا نص كيلو ديال دقيق الفرص، يعني 500 غرام ديال دقيق الفرص، معها قريصة الملح، وعندي هنا ربعة ديال الزبدة. غنخلط هذا الخليط حتى نحصل على خليط مرمل. بعد ما نحصل على خليط مرمل، دابا غنجمعو شويه الماء.
نزيدو شويه. نديرو في بلاستيكه ونخليوه يرتاح واحد نص ساعه ومن بعد نتلاقاو باش نشوف الطريقه ديال التشكيل. في الوقت اللي العجين ديالنا كيرتاح ندوزو دابا الخليط ديالنا من بعد ما برد، غنصنعو منه حرابل صغار، ناخذ واحد شويه على هذا الشكل ونصنعو حريبلات صغار. نحاولوا نجيبوهم نفس القياس. نستمر على هذه الطريقة تنسالي الكمية اللي عندي. من بعد ما ارتاحت العجينه طلقتها على هذا الشكل، راني بديت كنشكل. نشدو واحد الحربول على هذا الشكل ونلويو عليه بحال الشكل ديال الكعبه، بحال اللي كنديروا كعبه غزال. نضغطوا عليه من الجناب ونقطعوه بالجرار. نقدو من المظهر ديالو على هذا الشكل هكا غير شويه. نحطوه في الطاوة. نعاود معكم واحدة اخرى. العجينة راه ماشي رقيقة بحال كعب غزال، الا ضروري خليوها شويه غليظة شويه باش تلقاو ما تمشي ديال اللوز. هذه مملحات. المهم بحال هذا الشكل نضغطو كي قلت من الجناب على هكا ونطلقو داك الحشو على هذا الشكل هكا. نقطعو بالجراره، نعطيوه شكل كعب غزال. على هذا الشكل نعطيوه شكل كعب غزال على هذا الشكل هكا. نعاود معكم واحدة اخرى. عاود هادو ما نجمعوهمش غير بحال هكا، غير نلموهم هكا ما ندلكوهمش باش يبقاو مرملين. نستمر على هذه الطريقة تنكمل الكمية اللي عندي. من بعد ما ساليت الكمية نزينوها من الجنب بالمنقاش على هذا الشكل لإعطائها جمالية أكثر. راني بديت
من بعد ما ساليت الكميه غادي نثقبوا دابا هاد الكعيبات ديالنا على شكل مملحات على هذا الشكل، نثقبوهم باش ما يطرطقوش معنا ملي يكونوا تيطيبوا. نستمر على هذه الطريقه تنكمل الكميه كلها. ومن بعد عندي هنايا اصفر بيضاء مع شويه ديال الخل وواحد شويه ديال الكيتشوب، غادي ندهنهم بهذا الشكل. وعندي هنا شويه ديال حبيبات البابو، غادي نزينهم هكا بشويه ديال حبيبات البابو. نستمر على هذه الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد ندخلهم الفران ساخن من قبل على فرن ساخن من قبل درجه الحراره 180. غنشعلو عليهم في الاول تحت واحد 5 دقائق، ومن بعد نشعلو عليهم فوق تحت حتى ياخذوا شويه اللويين يطيبوا، وديك الساعه نخرجوهم ونتلاقاو باش نشوفوهم في الطبق التقديم النهائي. وهالمملحات ديالنا من بعد ما طابوا على هذا الشكل كيجيو رائعين، وكيجيو رطبين ماشي مقرمشين، كيجيو رطيبين. نتمنىكم تجربوهم، وانا اكيدة انهم غادي ينال الاعجاب ديالكم. ورمضان كريم، والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله مع شهيوات كنزة أوطة.